السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أستكمل مع حضراتكم إن شاء الله سلسلة Immunology Made Easy، ونكمل كلامنا في المحاضرة الأولى من الكتاب An Overview. وبدأنا نتكلم المقطع اللي فات عن الـ MHC، واللي قلنا اسمه ايه؟ Major Histocompatibility Complex. وعندنا نوعين من الـ MHC، حاجة اسمها Class 1 وحاجة اسمها Class 2. يعني Class 1 MHC و Class 2 MHC. اولا بالنسبه لكلاس 1 MHC، ده موجود على سطح اغلب الخلايا في جسمنا اللي فيها نواه، مع بعض الاستثناءات طبعا. والنوع ده بيعمل ايه؟ ده كده اكنه لوحه مثلا او طبق كبير بيتقدم عليه حاجه من جوه الخليه اللي على سطحها، عشان تشوفوا مين السيتوتوكسيك تي سيل. فلو في مثلا فيروس دخل خلية، أجزاء من البروتين للفيروس ده اللي احنا بنسميها بيبتايدز، تبدأ الخلية ترفعها على الكلاس 1 MHC بتاعها، عشان السيتوتوكسيك تي سيل لما تعدي على الخلية دي بالريسبتور بتاعها اللي عندها تبدأ تشوف الحاجة دي، وساعتها هتقول محتاجين ندمر الخلايا دي. يعني لو بصيتوا معايا حضراتكم كده، ادي هنا خلية عادية، بيطلع منها بروتين على الكلاس 1 MHC على سطحها، فتشوفوا السيتوتوكسيك تي سيل وتقول خلاص تمام مفيش مشكلة. انما في الشكل التاني ده، دي خلية مصابة بفيروس، فبيطلع جزء من البروتين بتاعه على الكلاس 1 MHC. للخلية المصابة دي، ولما تشوفوا السيتوتوكسيك تي سيل بيبدأ بقى جرس الإنذار، هنا في خطر، خلية مصابة، عايزين نتعامل مع الخطر ده، وهكذا. تمام؟ وضحت كده؟ طيب نقف عند النقطة دي النهاردة، ودي تكون نهاية مقطعنا النهاردة. إلى أن نلتقي قريبا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.